خالق الكل ومدبرهم، والروح القدس المحيي الثالوث القدوس الذي تكسو له كل ركبة ما في السماء وما على الأرض، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا من أجل السلام العالي وتآلف سائر البيعة التي في العالم والأديرة والمجامع المقدسة والسكان فيها والقيام بأحوالها. يا الله تحنن على خليقتك ونجها من كل سوء، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من بقدرته دبر حياة الإنسان قبل خلقته، صنع له الموجودات بحكمته، زين السماء بالنجوم والأرض بالنباتات والأشجار والكروم والأودية. أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبة عبيدك الواقفين بين يديك القائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله العظيم القدوس الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله، جعل فيه نفسا حية عاقلة ناطقة، ارحم يا رب جبلتك التي خلقتها وتحنن عليها، وارسل علينا رحمتك من علو سماك، ونسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الباري رازق الكل، نجي شعبك من طوفان بحر العالم الذائل، وارفع عنا كل مكروه وكل الحيوانات وأيضا سائر الطيور، اعطها قوتها، لأنك تعطي للبهائم رزقا ولفراخ الغربان قوتا، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من ضيف عند عبد إبراهيم رئيس الآباء واتكى على مائدته وبارك في زرعه، أنت الآن يا ملك نقبل طلبة عبيدك وكهنتك الواقفين بين يديك، تراءف على العالم، خلص شعبك من كل شدة، حل فيهم سر بينهم، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. نطلب إليك يا رب لكي تحرسنا من كل الشرور وتتراءف على خليقتك وجميع شعبك، لأن أعين الكل تترجاك، وأعطهم طعامهم في حينه. يا مغذي كل ذي جسد، يا عون من لا عون له، رجاء من لا رجاء له، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الناظر إلى المتواضعين بعين عنايتك التي لا تغفل، خلصت يوسف من امرأة سيد وجعلته ملكا على مصر وأحوالها، وأجزت عليه أيام الشدة، فأتى إليه إخوته وأبوه يعقوب، سجدوا بين يديه، ونحن أيضا نشكرك يا خالقنا ورازقنا على هذا الحال وفي كل حال ومن أجل سائر الأحوال، ونجنا يا الله من كل شدة، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الإله، كلمة الآب الفاعل في الناموس والأنبياء والعهد القديم ومكملهم، خلص شعبك من كل ضيق، دبر حياتهم كحسب إرادتك الصالحة، ارفع عنا كل القحط والبلية، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من على الشعب الإسرائيل 40 سنة في طور سيناء ولم يكن لهم بيوت ولا مخازن، أنت الآن يا سيد نحفظ شعبك وعلهم، بارك في منازل ومخازن بالبركات السماية، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت طلبة إلي تشبي عندما أمطرت السماوات وأنبتت الأرض، وباركت في كيلة الدقيق وقصت الزيت في بيت الأرملة، اقبل يا رب طلبة شعبك بصلوات قديسيك وأنبيائك الأطهار،
نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله ترأف على العالم بعين الرحمة والرأفة، بارك في كين غلاتهم وخزنهم في القليل الذي عندهم، اصعد مياه الأنهار كمقدارها، هب اعتدالا للأهوياء، والنيل مصر باركه في هذا العام وكل عام، وفرح وجه الأرض وعلنا نحن البشر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت توبة أهل نينوى وعندما صام الجميع وقبلت إليك اعتراف اللص اليمين على الصليب، هكذا نحن جعلنا مستحقين لرضاك وتحننك، لندعوك قائلين اذكرنا يا رب متى جئتنا في ملكوتك، اقبل توبة عبيدك وصومهم وصلواتهم وقرابينهم المرفوعة على مذابحك المقدسة بخورا طيبا، وارحمهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المدبر القوي المؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد الذي امتحن عبده أيوب وشفاه من بلاياه ورد عليه ما فقد منه أزيد مما كان، ارحم شعبك وخلصه من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد يا ناصر جميعا متوكلين عليك. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا كلمة الآب الذي عاهد تلاميذه الأطهار وغسل أقدامهم وجعلهم رؤساء للمؤمنين ومنارا للدين وأشبع بهم النفوس الجائعة وعلمهم الصلاة قائلين: أبانا الذي في السماوات لا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا صانع العجائب والمعجزات ومن أشبع الألوف من الخمس خبزات وقام الأموات وبارك في العرس بقانا الجليل، الآن أيها السيد بارك لعبيدك في خبزهم وزيتهم وزرعهم ونحلهم وفي متاجرهم وصنائعهم وأعمالهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب خلص شعبك وحوط بهم من كل ناحية بإشارة صليبك المحيي، ارفع شأن المسيحيين في المسكونة كلها وحنن عليهم قلوب المتولين عليهم وعطف قلوبهم على أخوتنا المساكين والمعوزين بالإحسان، ابعد عنهم كل مكروه. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب يا من ترك لنا عهده القدوس جسده ودمه حاضرا عندنا كل يوم على المذبح خبزا وخمرا بحلول روح قدسه وأوصانا قائلا اصنعوا هذا لذكرنا. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا ارحم شعبك وخليفة رسلك وأعطي بركة لثمرات الأرض وهبج قلب الإنسان بكثرة ثمرات القمح والكروم والزيت. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المولود من الآب الذي تجسد من البكر البتول عذراء مرت مريم في آخر الأيام الذي قال تلاميذ القديسين امضوا تلمذوا كل الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما وصيتكم به وزنا معكم كل الأيام وانقضاء العالم، كن أيضا مع شعبك الصارخين إليه قائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا غافر الخطايا ومانح العطايا اغفر خطايا شعبك وطهرهم من كل دنس واغسلهم من كل غش، ابن عنهم اليمين الحانسة وكل حسد كل نميمة، انزع من قلوبهم الفكر الرديء والوسواس وكل شكوك وكبرياء وكل قساوة وتجبر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أنت يا سور خلاصنا يا وليد لله حصنا من يا غير الواقع إليك نسأل مشورة معاندين لنا ابطلي حزن عبيدك لا فرح ردي ولمدينتنا صوني على الملوك الأرثوذكسيين حاربي وعن سلام العالم والبيع اشفعي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا.
يا إله الرحمة والرافة رب كل عزاء، لا تسقط علينا وتأخذنا بسوء أعمالنا ولا بكسر خطايانا، لا تغضب علينا ولا دوم غضبك إلى الأبد. انصت يا إله يعقوب، انظر يا إله عوننا، ارفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والجلاء وسيف الأعداء والزلازل والأهوال وكل أمر مخيف. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا من أجل حفظنا تحت اليد العالية المقدسة التي لك يا الله. نطلب إليك أن تبقي لنا وعلينا حياة أبينا البطريرك المكرم الأنبا تودروس الثاني وشريك وخدمة الرسولية أبينا الأسخ المكرم الأنبا توماس، لكي يحفظ لنا الرب حياتهم وثبتهم على كراسيهم سنين عديدة وزمنا سالم هدية مديدة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا، نطلب من جودك ومراحمك العالية أن تبقي لنا وعلينا حياة أبانا المطارنا وأبانا الأسقف وكل الرؤساء والرعاة، احفظهم وغنم رعيتهم ثبتهم، أعط حفظا للكهنة، طهارة للشمام، سقول الشيوخ، فهما للأطفال، عفة للأبكار، نسكا للرهبان والراهبات، نقاو المتزوجين، صونا للنساء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. وأيضا الضالين والمسافرين ردهم، والأرامل والأيتام وعلهم والجياع والعطاش اشبعهم، والذين عليهم دين اوف عنهم وسامحهم، والمحبوسين والذين في الشدائد افرج عنهم، والمرضى اشفيهم والراقدين نيحهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إلهنا أبانا القديسي، لا تخلنا عن الأتقياء الذين أخلقتهم بيدك الطاهرة، ظهرت حبك للبشرية والرحوم، اقبلوا شفاعة من أجلنا، خلصنا يا مخلص شعبا متواضعا، لا تغفل عنا للغاية ولا تسلمنا القضاء من أجل اسمك القدوس، لا تقض عهدك، لا تبعد عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. Ebnoti noinon sesho nai eron areo nai nemen hentek metoro.
المسيح إلهنا الحقيقي الذي قبل الآلام بإرادته وصلب على الصليب من أجلنا، يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا ويكمل لنا هذه البصخة المقدسة بسلام، ويرينا أفراح قيامته المقدسة سنينا كثيرة وأزمنة سالمة. أمين بأخريستوس بالنوتي. أمين بأورون تتهريني موينان تكهريني سمنان تكهريني شكان النوفي ناني فول جثوك تتقوم نبيون بزموش عينيها. أمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمه. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معاكم.